عقب تسجيل العلامة لتراجع في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي لماركس أند سبنسر ستيفرو إنه سيعمل على تحسين منتجات الشركة. وخلف ستيفرو البالغ من العمر 26 عام مارك بولاند على رأس ماركس أند سبنسر، الشركة التي تعد واحدة من أكبر الشركات في مجال تجارة التجزئة البريطانية.